ملح أولا نشأ بطبعه الصوفي. طرقت الثقافة ديال الزهد التصوف والمديح من المساجد. من البنية التحتية ديال القصر أنا أسميه مدرج، والمدرج كما يعرف حديثا هو المكان اللي كيتلقى فيه العين. مثل الملحون نشأ بتفيلات. هذه النشأة التي نشأها نتيجة مجموعة من العوامل سوسيو ثقافية كلها شاركت لتعطي هذا المكسب الذي ظهر في تفيلات ليتوزع على جميع مدن المغرب، وأصبح مكسبا كما قلت للمغرب عامة. الملحون أولا نشأ بطبعه الصوفي. هذا الطبع الصوفي نشأ أولا في المساجد. المساجد يمكن أن نقول أنه ما يسمى بقصائد سؤال أو سلال نشأت في رحاب المساجد، ثم بعد ذلك تطورت إلى الزوايا. الزوايا أعطته نفحا كبيرا وأعطته مسحة جميلة، مسحة جميلة، حتى استطاع أن يكون أو أن يتناول المديح النبوي والأقطاب والأبدال إلى غير ذلك. بالنسبة للريصاني المنطلق ديال الملحون وثقافة الملحون كانت كتعتمد بالدرجة الأولى على ما هو روحي، الزهد التصوف المديح. انطلقت الثقافة ديال الزهد والتصوف والمديح من المساجد، ولكن شكون هما الناس ديالها؟ هما الناس كبار السن، ولكن إذا كانوا كبار السن متعاطين لهذا الجانب هذا، الشباب
باش غادي يبقى خارج الاطار ما يمكنش. حتى الشباب خلق الجو ديالو فاش يبدا. وين هو ابو علي ويا وليدي وابو عمي ساكن في عظامي وينتلو كان عليك تنا وراح الليل وريش البلاد يا منى ايلي 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 وريش البلاد ورانا ليكم وبكر بس وين يا منى ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يسمى بساحة القصر. ساحة القصر هي رحاب للأنشطة والأغاني أي الأفراح والمناسبات بصفة عامة. ثم يمكن أن نشير كذلك إلى أن دكانة القصر عند دخول القصر نجد ما يسمى بالدكانات. هذه الدكانات كذلك لعبت دورا كبيرا في إشاعة هذا النوع من المنتوج الغنائي بالنسبة لا بالنسبة للشباب ولا بالنسبة للكهول. ولكن الشباب ارتباطا بالبنية التحتية ديال القصر اللي هي مشتركة في جميع القصور ديال المنطقة ديال في الجنوب الشرقي ماشي غير في التافيلات. من البنية التحتية ديال القصر كاين انا اسميه مدرج، والمدرج كما يعرف حديثا هو المكان اللي كيتلقى فيه العلم، هو الدكانة او المصرية. الدكانة او المصرية هي عبارة عن منصة كتختلف الحجم ديالها من قصر لقصر على حساب السكان، عدد السكان، وعلى حساب الناس اللي كاينين يستغلوا هذاك المكان. سنجد ان هذه الدكانات اللي كنسموها الدكانات تكون موطن للشيوخ في نهارا لمناقشه شؤون القصر بما في ذلك الساقيه، بما في ذلك الماء، بما في ذلك الغابه الى غير ذلك، ولكن تكون كذلك مرتعا للشباب في الليل لما يسمى بالقصاره في الليل، وفي الشتاء كيشعلوا النار الفقيره الى غير ذلك. من هنا سيكون ما يسمى بنشر هذا النوع من الغناء. المصرية كتستغل نهارا كيستغلوها كبار السن، ولكن بالليل نتاع الشباب كيتجمعوا وكما كيناقشوا الكبار مسائل ديالهم وكيدوروا الوقت، اغلب الوقت كيدوروه في المديح وفي الذكر، ولكن الشباب اللي كيقضي الغرض نتاعو كيكمل العمل ديالو وكيتلاقاو الشباب في المكان ديالهم فاش كيجتمعوا وكيبدعوا كيبدعوا اما في ملحون اما في هذا في النظم البلدي، والنظم البلدي
سهل في النظم ديالي. البلدية تعرض تطرق للمجموعة ديال الأغراض منها حتى الجانب ديال مناهضة الاستعمار، مناهضة الضعف، مناهضة كل ما يمس بكرامة الإنسان، ولكن اللي غلب عليه هو جانب ديال العشاقي. إذن إذا عدنا إلى الملحون يمكن أن نقول أنه نشأ أول ما شاء بالمرددات الشعبية. المرددة الشعبية أعطيك نموذج، الحصاد عندما يعملون عملهم يغنون زرعية عوج الرقاب، حمات عليك الريالة، نتمنى لك صبر رجال، تمشي وتجيك بالجمال وشوشي هميلة. تفيلات كذلك موطن للخوارج، والخوارج عندهم الأرجاز. الأرجاز هي قصائد قصيرة لا تتعدى عن 5 أبيات أو 6 أبيات، هي التي ربما يمكن أن تكون بداية ما يسمى بالحلو، خصوصا إذا علمنا أن سجل المساء هي أول مركز حضاري في المغرب قبل فاز، ومن ثم تجمعت فيه مجموعة من الأصوات، إنها ما هو كوفي، إنها هو مبصري، إنها هو هذا، هي التي أعطت لنا هذا النوع المزاج الثقافي، هذا المزج الثقافي. ساكنة ديال المنطقة من أمازيغ وعرب، الفرق اللي كاين بيناتهم هو واحد كيعبر بالأمازيغية وواحد كيعبر بالعربية، ولكن المواضيع متشابهة. الملحون مبني على التسامح، إنسان رجل ملحون مبني على التسامح، ولهذا قلت أن مجموعة من القصائد تتناول مجموعة من الأسئلة
في رحاب المسجد، وكان الناس يسمعون اليها. هناك السلالة مثلا ولد الرزين وهو شاعر من شعراء تافيلات، له هذا النوع من الاشعار التي تطرح في مجموعه من الاسئله ويحاول الانسان ان يجيب عنها. أولا الإنسان بطبعه يميل إلى المرح، وهذه مسألة طبيعية في الإنسان. ولهذا إذا عدنا إلى قصور التافيلات كما قلت، هناك قصور شعبية تجمع جميع الناس، اختلاط إثني، هناك قصور خاصة ما يسمى بالقصبات لأفراد وأعيان، ثم هناك قصور سلطانية. بالنسبة للتافيلات جمعت هذا النوع من الأشياء، هناك ما هو سلطاني، ما هو شعبي، ما هو قصبة. ولهذا سنجد أن السلاطين العلويين شجعوا شعراء الملحون في كثير من المواطن.